مهم جدا كنا نعرف ايه الاجواء اللي حصلت في البطوله العربيه، وخاصه الاحاديث. المباراه هتتلعب مش هتلعب، واكيد القيت الضوء. لكن بننتقل الان لحوار مميز جدا وحوار سريع مع واحد من اساتذه النقد الرياضي، واحد من الصحفيين المميزين اللي يعني دايما كده كان عامل حاله من الشقاوة الصحفية. بقى خلونا بحب اتكلم بقى في الوسط الرياضي المصري قبل ما انتقل بقى واشتغل في الدول العربية ومن دولة على دولة، وبرضه هو عامل نفس حالة الشقاوة. لكن هو معانا النهارده في حلقة مميزة جدا، كاتبنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السويسي، شرفنا ومنورنا. أهلا بيك هاب، وأهلا بكل مشاهديك الأفاضل، مشاهدي قناة الأهلي، البيت الكبير، وانت منور البيت الكبير. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك استاذ اسامه. لو بدانا اكيد هنبدا من البطوله العربيه. يمكن عمر كان بيتكلم وبعض الامور والمباراه هتتلعب، لا مش هتتلعب، كلام كتير، تاشيرات، طب الطياره هتروح، طب المباراه لو اتاجلت يوم هتخش مع السوبر الاسباني وتعمل ازمه. اكيد بيبقى فيه بعض الامور بتحصل من اثناء التنظيم، ولكن بتتدارك الامور من اجل مصلحه البطوله. المؤكد ان اي بطوله بتبقى مش مدرجه في الرزنامه القاريه اكيد ان هي هتلاقي صعوبات كبيره. طبعاً لان لا البطوله مدرجه في الاتحاد الافريقي ولا مدرجه في الاتحاد الاسيوي، ودائما ما تتعارض مع البطولات في القارتين، وده هو سبب المشاكل الحقيقي للبطولات العربيه ايا كانت، سواء الانديه او للمنتخبات، ان ما فيش وقت ليها في ظل رزنامه مكتظه ومضغوطه، سواء في اسيا سواء في افريقيا. أنا ما أعتقد إن الأهلي مرة ضحى ببطولة أفريقية في 98 لارتباطه بكأس النخبة العربية في تونس، لما كان عنده كأس النخبة العربية في تونس، وكان عنده مباراة عودة في نفس التوقيت مع البن الأثيوبي، وكان بقى بروحين. بقى المسألة كانت فيها نوع من الثقه الزياده شويه، ان ماتش البن الاثيوبي كان ماتش الذهاب اتعادل الاهلي 1-1، فاصبح بالتالي على ملعبه في استاد القاهره مطالب بالتعادل 0-0. فبالتالي حط الفرقه الكبيره في تونس علشان كاس النخبه العربيه، وكانت موجود بتغطي. انا كنت موفد مجله الاهلي من حسن حظي، وعشت 8 ايام مع بعثه النادي الاهلي فيها احداث غريبه ومثيره جدا للغايه. الاحداث الغريبه والمثيره دي كانت البطوله ينظمها الافريقي بمشاركه الشباب السعودي وبمشاركه مولوديه وهران الجزائري، وكان الافريقي التونسي كان فاز على الاهلي في نهائي البطوله السابقه، البطوله العربيه السابقه 2-1 في المباراه النهائيه. فكانت بالنسبه للاهلي مباراه طار ورد اعتبار، وخاصه الافريقي هو المنظم وهو صاحب الارض وصاحب الجمهور. في نص البطوله الاهلي افتتح البطوله مع الافريقي وتعادلوا بدون اهداف. المباراه الثانيه الاهلي لعب الشباب السعودي وفاز عليه 2-0 بهدفين سجلهم النجم علي ماهر. علي ماهر ليه شعبيه كبيره قوي في تونس على فكره، لانه كان متالق بشكل غير طبيعي في البطولات العربيه، والبطولات العربيه من ضمن فوائدها ان هي بتكشف لك بعض اللعيبه، ان انت بتدي مساحات وبتدي فرصه لبعض اللعيبه، زي البطوله العربيه اللي السنه اللي فاتت. اعتقد ان محمد الشناوي كان من ضمن المكاسب اللي ظهرت في البطوله العربيه، واثبت ده، واصبح حارس مرمى منتخب مصر الاساسي في كاس العالم، اهم واكبر بطوله على كوكب الارض. المباراه الثانيه زي ما قلنا الاهلي فاز على الشباب، والافريقي فاز على مولوديه الجزائر بنفس النتيجه 2-0. اصبحت الجوله الاخيره هي الحاسمه، الاهلي هيلاعب مولوديه وهران الجزائري، وهو اخف حده من الشباب السعودي، لكن الافريقي على ارضه وسط جمهوره من المؤكد انه ممكن يكسب 2-0 يعني بسهوله تامه يعني. فالاهلي مطالب خاصه انه هيلعب قبل المباراه الاخيره، يعني مش هتلعبه في توقيت واحد. الاهلي ليله المباراه دي تابعت مع الجهاز الفني كابتن ثابت البطل الله يرحمه، مستر راينر تسوبل المدرب الالماني، كابتن ماهر همام، الحاج محسن طنطاوي، كنا في اوضه واحده وبنتفرج على الماتش البن الاثيوبي. الاهلي طبعا اتقدم 1-0، بعدين البن اتعادل، بعدين الاهلي اتقدم 2-1،
فبالتالي المساله ماشيه سهله. وبعدين في المباراه بعض الوجوه الجديده وبعض العناصر الجديده، وافتكر منهم ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد الكابتن ثابت الله يرحمه كان حريص ان هو يوجه الخواجه ان يقول له شوف الولد، شوف الولد دوت وشوف الفرصه دي وشوف كذا. طبعا الاهلي اتعرض لظلم، كان حكم جزائري بس مش متذكر اسمه. الاهلي اتعرض لظلم غير طبيعي، كان في ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره لاحمد كشري، عرقله واضحه تماما من حارس المرمى، ارتدت الكوره بجون من تسلل. ده كانت قصه شعيره. فانتهت المباراه 2-2 والاهلي خرج من البطوله الافريقيه. فطبعا احنا في تونس عايشين حاله غير طبيعيه، حاله غير طبيعيه، يعني مش عايز اقول لك الوضع كان عامل ازاي. فانت خسرت البطوله الافريقيه ومهدد انك تخسر اللقب العربي. فتاني يوم الاهلي بيلاعب مولوديه الجزائر في المباراه الاولى. الاهلي من بدايه المباراه مسيطر مستحوذ، سمير كمونه لعب كره عرضيه، فيليكس راح مسجلها بدماغه قلنا يا مسهل هتفتح. الشوط الثاني بقى اتفرجنا على مش كوره، اتفرجنا على اعظم تعطيل لعب في العالم من الفريق الجزائري. كان بيدير المباراه الله يرحمه سعيد بالقول، الحكم المغربي اللي حكم نهائي كاس العالم البرازيل وفرنسا. ساعدهم جدا، ساعدهم جدا في تعطيل اللعب. انا كنت ظابط الوقت وواقف بالوقت 15 دقيقه في اصابات الحارس وبدلوه، والحارس البديل اتصاب بجد بقى، الحارس البديل اتصاب واضطروا يكملوا اخر الماتش بلاعب من اللاعبين. والاهلي ضاغط وكل ما تيجي فرصه في صفاره، في صفاره ما بتروحش. 15 دقيقه اتحسب منهم 10 بس. هادي خشبه جاب الجون الثاني للاهلي في الوقت بدل الضايع من ضربه جزاء ما كانش فيها فصال يعني، كان في ضربتين جزاء ما اتحسبوش. المهم الاهلي فاز 2-0. طيب الفريق التونسي لو فاز على الشباب السعودي 2-0 هتبقى المسألة متساوية وهيبقى عنده فرصة انه مهم. بين الشوطين بعد الماتش خرجنا ورحنا غرفة الملابس، الماتش التاني بدأ. عرفنا واحنا في غرفة الملابس ان اول 3 دقايق ان الافريقي اتقدم 1-0. المسألة بقت سهلة بقى. فالمهم الكابتن ثابت اصر الله يرحمه ان اللعيبة لازم ترجع تتفرج على المباراة في المدرجات في الملعب. يا كابتن قالوا لا لازم نقعد نتفرج على المباراه لان لسه مازال عندنا فرصه تتويج باللقب. فعلا لفينا الملعب، كان غرف الملابس ناحيه الدرجه الثالثه، نزلنا مشينا في خط النص. طبعا استفزازات غير عاديه من الجماهير وخاصه اللي كانت لابراهيم حسن. هقف عند الحته دي، لكن يبدو ان في يعني امور جديده في البطوله العربيه. هروح سريعا للمتحدث الرسمي لاهلي طرابلس الاستاذ فتحي ابو رزيزه. السلام عليكم يا فندم. عليك كابتن. وعليكم السلام كابتن ايهاب، كيف حالك؟ تحياتي لحضرتك وتحيات الاستاذ اسامه السويسي. ولكن الموقف سريعا يتغير. رئيس نادي الوداد كان يصر على عدم لعب المباراه يوم الاحد كما قرر الاتحاد العربي. بالتالي يعني اخر قرار اخر مراسله الاتحاد العربي ان لبث المباراه سيتم تحويلها للجنه الرباط، وتم الغاء المباراه يوم الاحد، لن تلعب يوم الاحد. يعني المباراة مش هتلعب بكرة وتم إلغائها، وده قرار على الهوا دلوقتي. تمام. هذا اللي قرر الاتحاد العربي. فريق الوداد قرر وأبلغ الاتحاد العربي بأنه يلعب. طب يعني في ميعاد تاني بعد يوم الحد، لجنة الانضباط الأمور دي هتشوفها إزاي؟ خاصة إنك جيتوا كانت ظروفكم صعبة ووصلتوا المغرب بالفعل. وصلنا المغرب امبارح يعني تقريبا نص ساعتين، والاداره في الوداد كانت تصر على اقامه المباراه اليوم، بس يعني كان الامر مستحيل يعني انك انت توصل نص الليل وتلعب قدام الوداد. وده اللي شافه الاتحاد العربي، شاف ان من الصعب، يعني ده ما كانش قراركم في الاساس. لا مش هو قرار الاتحاد العربي. طبعا. لكن فريق الوداد شاف ان ده يعني مش في صالحه، او شاف ان الوقت ده مش مناسب ليه، ويعني رافض يلعب بكره، وبالتالي تم تاجيل المباراه والغاء المباراه غدا لما الميعاد الجديد لم يحدد حتى الان. لا اعتقد ان الامور سيحسم اداريا، لا اعتقد ان المباراه سيحدد لها وقت اخر طالما تم احاله الموضوع للجنه الانضباط. يعني هذا ما اراه وهذا ما اعتقد. يعني كده حضرتك شايف ان الوضع مش هيكون في ميعاد ثاني، ربما كده يكون في قرار اداري من لجنه الانضباط.
كابتن هذا في سبب مقنع يخلي اداره تطلب اللعب في يوم الاحد؟ يعني المبررات واهيه جدا. قالوا احنا نتعارض مع اقامه السوبر، يعني ما اعتقدش في رابط ما بين مباراه السوبر ومباراه في دوري العرب، الامر مختلف. عموما احنا اكيد كل الاحترام والتقدير ل طبعا اهل طرابلس، كل احترام للوداد المغربي، كل احترام وتقدير الاتحاد العربي. اكيد امور ما كناش حابينها توصل للشكل ده، ولكن في الاخر عندنا نتائج وقرارات محتومه، ان ما فيش مباراه غدا ويبقى في قرار اداري طبيعي. انا قلت لك بالنسبه للاهلي يا كابتن ايهاب كان حريص جدا على انجاح البطوله والمشاركه، رغم ان احنا قعدنا في تونس 4 أو 5 ايام نستنى، مره في التاشيره ومره في الطياره. وصلنا امبارح وكنا يعني مصرين على اقامه ولعب المباراه في نادي انجاح البطوله، لكن يبقى قرار الاتحاد نحترم قراراتهم، هم ادرى بمصلحتهم. في النهايه يعني الحكم سيكون، اعتقد انه سيكون اداري كما ذكرت. طيب استاذ، هتغادروا طالما فيش لعب مباراه هتغادروا المغرب امتى؟ هل هتغادروا ولا تستنوا لصدور القرار النهائي؟ هذا امر لم يتحدثنا بعد اداره النادي الاهلي، ربما يبقى الفريق يومين ثلاثه بعد ذلك الغداء، لكن احنا بلغنا بالقرار قبل قليل والاداره يعني ما زال متسع من الوقت هذا القرار. استاذ فتحي ابو رزيزه المتحدث الرسمي باسم اهلي طرابلس، شكرا لحضرتك، وان شاء الله الامور تتحل بشكل سريع. وطبعا ان شاء الله هنتواصل مع الجانب المغربي برضه علشان نشوف القصه ايه، الناحيه اللي هناك الامور فيها ايه، لان طبعا الوضع كده والكلام اللي قاله الاستاذ فتحي ابو رزيزه يعني كلام ان الوداد رفض يلعب، مش هيلعب بكره. الاسباب من وجهه نظره شايف انها مش اسباب قوية، وشاف كمان وده الأخطر إن هيكون في قرار إداري، معنى كده إيه؟ إن هيتحسم الفوز لأحد الفريقين، في فرقة هتنسحب مش هتكمل، الدنيا هتمشي إزاي؟ ده قرار لجنة أو قرار الاتحاد العربي، وده طبعًا حاجة تحزن. يعني أمور كده يعني دخلت في مشاكل كناش حابينها والله في البطولة العربية. والله حاجة تحزن، يعني إحنا كل شوية بنقول إن البطولات العربية هدفها تجميع الشباب العربي، مش التنافس الرياضي ومش لكن للأسف الشديد، اكتر مشاكل بتحصل في البطوله العربيه ما بتحصلش في البطولات القاريه، بتحصل في البطولات العربيه. يمكن كلنا شفنا السنه اللي فاتت لما كانت البطوله العربيه هنا مشاكل غير طبيعيه، وده مش جديد في كل البطولات العربيه. طب يا جماعه عايزين نفهم، هي بطوله ومنافسه وشريفه وكذا، ولا هي تقارب الشعوب العربيه، تقارب الشباب العربي، تقارب هي ليه ما بقاش الاثنين؟ يعني يبقى في نجاح من الجميع الاثنين، لكن احنا مش شايفين الظروف بشكل كويس. اقول لك ليه؟ لانه احنا مش محترفين. لما تدي العيش لخبازه وتعمل لي نظم ولوائح يحترمها الجميع وتمشي على الجميع، اهلا وسهلا. لكن لما تبقى المساله ماشيه كده بالبركه وفيها غموض، احنا مش عارفين طب ايه مين الغلطان، الوداد ولا اهلي طرابلس ولا الاتحاد العربي، مين الغلطان؟ طب يا جماعه الكلام ده مش تاشيرات متاخر، طب الكلام ده مش معروف من بدري؟ احنا عرب طبعا. في موضوع التاشيرات ده يعني ما يصحش، اوروبا بيروحوا بالباص، بيروحوا يلعبوا بعض، بيبقى عندهم ماتش النهارده بالليل بيروحوا الصبح. هو ده انت لو عامل اي تاشيره لدوله اوروبيه شنجن بتروح اي دوله، يعني عربي بقى رايح اوروبا، يعني العرب اتفقوا الا يتفقوا، فامتى هنخلص من الكلام ده؟ ما ينفعش يا جماعه الرياضه. لكن بنتمنى ان يعني يسدل الستار عليها بشكل يعني هادي شويه، علشان على فكره على الفيسبوك يعني حتى الاعلاميين تراشق يعني الواحد مش عايز يقول ده على الهوا، حتى الاعلاميين تراشق عادي بينهم طبيعي، بين البلدين في تراشق غير عادي، كنت اتمنى طبيعي نبعد عنه، نهدي الامور شويه، لان الامور مش مستحمله بصراحه. طبيعي، وده مش هيحله غير العقلاء في الميديا والعقلاء في السوشيال ميديا، لان الميديا مؤثرين في الفضائيات وبيأثروا على الناس. دلوقتي في مشكله كبيره الاعلام يجي يقول لك انا اصلي انا دي صفحتي الشخصيه. لا معلش، صفحتك الشخصية لما تكون انت عاملها على العيلة، اما يكون اصدقائك دول العيلة بس، او يكون صحابك اللي انت بتقعد معاهم على القهوة، تقعد معاهم في النادي. لكن انت اعلامي وفتحت صفحتك للجماهير،
بقى منبر اعلامي لازم تلتزم فيه بالضوابط. انت ما هو اسمك معلش كمان لازم تلتزم فيه بالضوابط. ما تتحولش لمشجع يعني معروف مثلا اسامه وما اكثر عشان الباب ده لو فتحناه هنا معلش يعني معلش انا في صفحتي الشخصيه مثلا انا بقول اسامه السويسي الناس عارفه ان انا صحفي في مجله الاهلي من ساعه ما اشتغلت في فما بخبيش ده بس في المقابل بحترم الاخرين. بس عندك منطق برضه في حديثك وبحترم الاخرين يعني حتى لو كنت بدافع او كنت بنتمي للكيان فبحترم الاخر ما بسقش ليه لكن مش مساله ان انا ابقى انسى ان انا اعلامي واتحول لمشجع ما يصحش. انت لا انت توجه انت راجل اعلامي انت اللي توجه وانت اللي تقول عيب وانت اللي تقول ما يصحش وانت اللي تقول كذا وانت اللي تبقى القدوه. ده كلام محترم طبعا وبنأكد طبعا على زميلنا في الاعداد يا ريت يكون معانا يعني الطرف المغربي نسمع برضو الامور ماشيه في انهي شكل عشان يبقى كل واحد قال اللي هو عايزه. انا في الاخر يعني الطرف محايد ما كملناش السوبر مو احنا يعني لسه هنكمل فيه يعني بس باخد يعني يقول لغايه ما يجي واحنا مكملين لان اصريتوا تحضروا الشوط الثاني في المباراه وقعدنا كلنا في مدرج واحد الجهاز الطبي والجهاز الفني والخواجه واللعيبه المهم ايه قبل نهايه المباراه بخمس دقائق الافريقي كانت النتيجه 1-1 بقى 2-1 ولسه في وقت يعني ممكن يجيب الثالث فالمساله تخلص ياسر ريان اغمى عليه في المدرج والدكتور عايب علي كان قاعد جنبه فقام بالواجب واحنا بنفوق ياسر فوجئنا ان الشباب مارك ويليامز لو تفتكروا مهاجم جنوب افريقيا كان محترف في الشباب السعودي راح جاب جون التعادل في الوقت الضايع قوم ياسر خدنا البطوله مش مصدق مش مصدق طبعا عشنا فرحه غير طبيعيه. الطريف بقى ان الشباب لما واحنا نازلين لعيبه الاهلي نازلين قال لهم احنا بنرد لكم الجميل فانا طبعا عشان صحفي فمتابع قلت لهم يا جماعه انتوا ناسيين ان الاهلي اول سوبر عربي فاز على الهلال بجون فيليكس فالشباب هو اللي توج باللقب فقال لهم احنا بنرد لكم الجميل دلوقتي احنا تعادلنا مع الافريقي والاهلي هو البطل فكانت طبعا بطوله غير عاديه وكان اسامة عرابي كابتن الفريق هو اللي شال الكاس كانت تعويضا للخروج كان تعويض عن الخروج وكان ليها قيمه كاس النخبه دي كمان كان ليها قيمه لانك بتلعب بين اربع فرق اللي هو بطل وصيف ابطال الكاس وبطل وصيف ابطال الدوري فكانت بطوله قويه جدا والسنه اللي قبلها الاسماء كلها الفرق اللي موجوده وكان بيلعب بالصف الاول اللي بقى في احتكاك قوي وكله جاي ما شاء الله والدليل الاهلي حرص ان يكون موجود بالصف الاول فيها وصنعت نجوم بطوله صنعت نجوم وصنعت اسماء يعني البطوله ده منشط مجله الاهلي اللي معروض على الشاشه صحيح ده المنشط بتاع كاس النخبه العربيه السوبر ده في ابريل 98 انا كنت موفد للفريق والصوره دي فيها بعض الاسماء بعض الوجوه بقت عواجيز دلوقتي محتفظ انت طبعا لان دي ذكريات ما اقدرش انساها يعني طبعا ف يعني مثلا هشام حنفي مواليد البطوله العربيه بالجونين بتوعه في اولمبيك طبعا اولمبيك البيضاوي دي حاجه غير احمد نخله اول لمسه مع الاهلي في البطوله العربيه بجون ذهبي في الهلال السعودي نجوم كتير من الاهلي وسمير كمونه كابتن سيد عبد الحفيظ يعني كابتن وليد صلاح الدين ومراوغاته بقى وظهوره بشكل لا البطوله العربيه كانت بطوله قويه جدا بتظهر بشكل كويس جدا وكانت يعني حاجه قويه جدا ممتاز طبعا والاهلي لما كان بينظم البطوله دي كان بيضمن ليها النجاح جماهيريا وفنيا لان النادي الاهلي طبعا انت عارف الشعبيه الجماهيريه الكبيره دي ف كانت وجود البطولة العربية في القاهرة وفي استضافة النادي الأهلي مكسب غير طبيعي يعني. طب عشان نكمل بقى اللي احنا هنا خلاص قفلنا على القصة بتاعتنا هندخل في حاجة تانية لكن أكيد عايزين نكمل اللي اتكلمنا فيه في مباراة الوداد وأهلي طرابلس وإنها بكرة ما فيش مباراة هنطير على المغرب سريعا والإعلامية المغربية أمال مقعيدة. مساء الخير يا فندم. مساء النور، كيف الحال استاذ الخطيب؟ الحمد لله يا استاذ امال. طبعا امور كتيره جدا من الصبح متداوله، مش حاطين ايدينا على الامور الصحيحه، وجالنا من اهلي طرابلس الليبي ان المباراه غدا اتلغت مش هتكون موجوده، وان احتمال ما يكونش ليها ميعاد تاني، وان في قرار اداري هيكون خلال الساعات الجايه، وحبينا نعرف من حضرتك الشق المغربي او الطرف الاخر رؤيته للموقف.
اولا مرحبا بالمتابعين ديال البرنامج ديالكم وبالمشاهدين ديال الاهلي وقناه الاهلي. بخصوص مباراه الوداد واهلي طرابلس، يعني تحدثت عن ان احداث كثيره وقعت في الدقائق الماضيه، لكنها ربما الكواليس كانت منذ يومين، يعني مجموعه من التطورات والمستجدات، يعني في كل ساعه هناك مستجد جديد يلغي ما قبله. بالنسبه للمباراه هي مبدئيا الان هي ملغاه، وتم احالتها الى رسمه انضباط الاتحاد الدولي الاتحاد العربي لكره القدم عفوا للتداول بشان اختلاف فيها. مبدئيا الوداد هو كان رافض انه المباراه تؤجل للمره الثانيه بعدما كان متساهلا يعني لينا في التعاطي مع التاجيل الاول. الاهلي اهلي طرابلس كان متشدثا بقرار التاجيل الى الغد، وهو ما فشلت اللجنه المنظمه للاتحاد العربي لكره القدم في التعاطي معه، فقررت في اخر المطاف الغاء المباراه واحالتها الى لجنه الانضباط للتداول فيها. يعني استاذ امال، الدوافع اللي خلت الوداد ياخذ هذا القرار، يعني هل مثلا الحديث عن مباراه انها تتزامن مع السوبر الاسباني، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ وهل في دوافع اكتر من هذا السبب دفعت الوداد لعدم الموافقه على المشاركه في المباراه غدا؟ نعم، هو الوداد البيضاوي حتى نكون واقعيين وموضوعيين نشر بيانا جافا في موقعه الرسمي بشان ان المباراه تم الغاؤها وانه سيتم التداول فيها لدى لجنه الانضباط التابعه للاتحاد العربي وفقط، ولم يذكر موقفه ولا حتى يعني الحيثيات التي تبعت التي وكبت المشكل من الاساس، ولم يعني ولم تعطي جمهوره حتى التفاصيل التي وكبت هذا الحدث. بالنسبه لما قلتهم بخصوص مباراه السوبر، لا يمكننا ان ننكر ان المقاربه الامنيه ربما فرضت نفسها في هذا المشكل، يعني المعيار الامني هو واجب، والمباراه في اول المطاف كانت مبرمجه في يوم الجمعه، ولا يمكن تاخيرها حتى تتزامن بعد يومين مع مباراه السوبر، وهي في الاخير هما مباراتان دوليتان من الطراز العادي، يعني وتستوجبان مقاربه امنيه كبيره. المغرب لا يعني لا يستصغر ابدا هذا المعطى الامني، هذا معروف، وبالتالي لا يمكنه ان يغامر باجراء مباراتان من هذا الحجم في يوم واحد وبالتزامن مع مباراه السوبر المهمه، يعني مباراه برشلونه واشبيليه بنزول الدوري الاسباني، لا يمكن ان تجرى هكذا عاده وان نبرمج معها مباراه اخرى مهمه بالنسبه للجمهور الودادي، فهذه نقطه. نقطه ثانيه، لا يمكننا ان يعني سنذهب الى التفاصيل ربما، لا يمكننا ان نحرم جمهور الوداد الذي سبق واقتنى تذاكر مباراه السوبر واراد ان يشاهد مباراه برشلونه واشبيليه من ملعب طنجة، لا يمكننا ان نحرمه من ذلك بداعي انه أن نؤجل له مباراته ونزامنها مع هذه المباراة مباراة السوبر. وبالتالي ربما هي مقاربة أمنية، مقاربة تنظيمية محضة، لا يمكن للوداد أو لربما جهات عليا أن تتنازل عنها. الوداد صح في المرة الأولى وقبل بتأجيل المباراة 24 ساعة، وكان واضحا في حديثي مع مسؤولي الوداد مثلا امس عندما تسربت اخبار بخصوص امكانيه تاجيل المباراه مره ثانيه، كانوا واضحين وكانوا متشدثين برفض التاجيل لمره ثانيه. مسؤولي الاتحاد العربي كان لي اتصال ايضا وتواصل مع مدير الدوره طلال الشيخ، قال انه وتمن مجهودات الوداد وتضحيات الوداد بقبول تاجيل المباراه للمره الاولى، وربما قرر تأجيل المرة الثانية ربما لم تدخل فيه اللجنة المنظمة للوداد أيضا. أستاذ أمل تتوقعي بقى الاتحاد العربي. تمام أستاذ أمل، تتوقعي القرار الإداري هيكون لصالح مين؟ يعني لجنة الانضباط في الاتحاد العربي النهاردة لما هتطلع قرار إداري هيكون لصالح مين؟ لأن كل فرقة عندها عذرها. أتوقعه لصالح الوداد، ويجب في نظري أن يكون لصالح الوداد. لماذا؟
لان ربما القرعه اجريت منذ مده طويله، كان على مسؤولي الاهلي الليبي ان يتوقعوا الاسوء ويتوقعوا الصعوبات ويستبقوا الامور ويخبروا نفسهم للمجيء الى المغرب في وقت ربما قبل من الان. يعني هم واجهوا صعوبات في التاشيرات، تدخل مسؤول المغرب وتدخل مسؤول الاتحاد العربي وتدخل مسؤول الوداد حتى يحلوا المشكل. عندما حلت مشكله التاشيرات جاءت مشكله غياب الرحلات، تم تخصيص طائره خاصه بالضبط الاهلي الليبي. نعم يعني كل الحلول تم يعني احنا في النهايه يهمنا الشكل العام يظهر بشكل كويس جدا، يعني الكره الليبيه، الكره المغربيه، الكره العربيه، اهم حاجه الشكل في الاخر يكون الشكل الافضل، وان شاء الله تكون كده سحابه يعني عابره في التنظيم ايا كان مين اللي كان عنده المشكله، وان شاء الله يعني الاتحاد العربي ياخد قرار اداري يكون منصف للطرف اللي معاه الحق وتعدي الامور على خير. اشكرك استاذ عمال مقاعدها الصحفيه المغربيه، وطبعا كده احنا اخذنا استاذ اسامه الجنبين سواء صحيح. وجهه النظر الليبيه او وجهه النظر المغربيه. صحيح، وللاسف زي ما قلت لك الموقف غامض. لا يعني عارف البيان بتاع نادي الوداد ما فيهوش حاجه. يعني بيقول ان المباراه اتلغت، لكن ايه السبب؟ ايه المبرر؟ ما فيش حد مبرر. يبدو ان مباراه السوبر الاسباني اللي هتقام في طنجة بين اشبيليه وبرشلونه يعني عامله حاله من الزخم وحاله من المتابعه، وان يعني يتحط في نفس اليوم كلام صعب. ما هو انا قلت لك مشكله البطولات العربيه الرزنامه في البطولات العربيه هي اصلا بطولات مش معترف بها دوليا، لان الفيفا زي ما انت عارف لا يعترف بالبطولات التي تقام على القوميه ولا اللغه ولا العرق ولا الدين ولا كده يعني. فالمساله بالنسبه له مش هيعتمدها، البطولات العربيه لن تعتمد، ولكن يمكن ان تندرج تحت بند المباريات الوديه. طيب مين اولى، البطولات العربيه ولا البطولات القاريه؟ طبعا كل العالم بيقول ان البطولات القاريه هي ليها الاولويه. طيب الاتحاد العربي عمل ايه؟ عمل دوافع جديده، عمل مكافئات مجزيه، ودخل سبونسر ودخل ده، لكن كل دوت محلش المشكلة الأساسية اللي هي الرزنامة. هتحطني فين في الزحمة دي؟ هتحطني في الدنيا زحمة، الأجندة مكتظة يعني. اديك شايف انت مباراة علشان الناس تتفرج، مش طبعاً. ما الناس مالهاش علاقة غير ان هي بالفرجة. على فكرة المغاربة مسألة برشلونة وريال مدريد بالنسبة لهم زي الرجاء والوداد حاجه غير طبيعيه للعالم كله، مش لا تحديدا المغاربه المغاربه كمان لقربهم في المسافه. انت عارف من طنجه بتاخد العباره 20 دقيقه بتبقى في جنوب اسبانيا، فهي المساله كمان بالنسبه لهم بيشجعوا ريال مدريد وبرشلونه حاجه كده يعني صعبه جدا يعني. ننتقل بقى للحديث بقى عن كورتنا بقى وشكلنا الرياضي، وشفت ابتسامه حلوه على وشك لما قلت نتكلم بقى عن كرتنا وتحديدا عن الدوري المصري. دوري قد يكون مختلف، دوري راجع، منتخبك راجع من كاس العالم بايا كانت يعني اللي حصل. ما بلاش لا ما بايا كان اللي حصل في كاس العالم، لكن المفروض ان عندك كورتك كانت في كاس العالم بعيدا عن النتائج اللي حققتها، لكن كانت موجوده في المصف الاول وشاركت، لكن هو ده مستواك والدوري لم ينتج الفتره اللي فاتت او انتج والمدير الفني ما خدش ده يكون وجهات لنظرك، لكن البدايه من الدوري هذا الموسم كيف تراه؟ طيب علشان بس انت ذكرتني بس بحاجه ما كنتش حابب ان انا اتكلم فيها. ما تتكلمش لو مش حابب ما تتكلمش. لا ده عشان شكلي قلبت عليك المواجع. بيني وبينك انا تابعت بكاس العالم بمراره شديده جدا. يعني مساله ان الناس دي كانت بتذلنا وبتقول لنا احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنه. الناس مين اللي بتذلنا؟ اللي بيذلونا؟ اتحاد الكوره بيذلنا. واحد اعضاء الجهاز الفني قال لك مش كفايه ان احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنه. مين؟ اسامه نبيه قال كده في تصريح. ممكن ما يكونش بالحده دي. لا والكابتن مجدي عبد الغني قريت له التصريح كده، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قريت له كده. احنا كفايه ان احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنه، يا جماعه وانتوا بتمنوا علينا؟ هو احنا يعني ايه يعني المفروض؟ بس انت عارف ان مش كل التصريحات اللي بتتكتب قد تكون صحيحه الا لو يعني والله معلش أنا, انا 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 اشوف ان لو في تصريح نزل لك ومش صحيح وهيسيء ليك اطلع فيه، وخاصة ان انت تملك الادوات
يعني انت بس النهارده كمان اللي ما عندوش ادوات على الفيسبوك خلصت يا استاذ ايهاب. الساده اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره نصهم بيشتغل في الفضائيات يعني من وهو قاعد في البرنامج مش هيقول جمله تمام. يا جماعه انا ما قلتش الكلام ده يا جماعه، الكلام ده مش صح. لكن انت تمن عليا ان انت وصلتني كاس عالم بعد 28 سنه. طيب يا سيدي شكرا كتر خيرك، عملت ايه بقى في كاس العالم؟ ماشي عملت مباراه كويسه قدام اوروجواي وكلنا سقفنا وكلنا هيصنا وكده، وبعدين بعد كده الفرقه فكت غلبنا ثلاثه من روسيا، وبعدين قدمنا واحده من أسوأ مباريات كره القدم في تاريخ مصر، أسوأ من مباراه مصر اللي خسرناها قدام السعوديه في كاس القارات في المكسيك. هتقول لي ليه رغم ان الثانيه اتغلبنا خمسه؟ اتغلبنا خمسه وكان في ثلاث كروت ليها اسباب واضحه وليها اسباب ايوه، لكن دي انا بصراحه اتغلبت كوره. احنا كره ايه؟ احنا كان في دي كان فرقه كوره؟ لا يعني اتغلبت كوره عشان ما عندكش شماعات تعلق لا عليها. لا 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 احنا في الشوط الثاني بتاع مصر والسعوديه دي مش فرقه كوره. دي اي حاجه غير فرقه كوره، معلش يعني لو اشباح بتلعب مش هتلعب بالشكل ده. انا بصراحه يعني فخليني ساكتين بقى عشان بس انا المشكله في ايه؟ المشكله في ايه؟ المشكله حصل لغط كبير في مشاركتنا في روسيا، لغط كبير في حاجات كتير، وراحوا مدخلوا الراجل الغلبان محمد صلاح العالمي اللي كلنا بنفخر بيه وكلنا ودخلوه في سكك وحواديت وقصص طيب وبعدين خلي بالك كل ما كانت تنقله، وانا اقول بقى على الملأ اهو، الصحافه والاعلام المصري 90% منه ما كانش صحيح، لان انا كنت موجود في روسيا وكنت ساعات حتى بعمل مداخلات تلاقي الزميل اللي بيكلمني في اي برنامج يقول لي ايه في كذا كذا، انا اقول له لا، تحس ان هو مش واثق في كلامك، هقول له طب احنا ما جيناش روسيا. طب تاخد المفاجاه بقى، اتفضل. انا ما كنتش معاك في روسيا وما كنتش في مصر، لكن عارف ان 90% من الاخوه الزملاء المفادين لتغطيه اخبار المنتخب المصري ما شافوهوش غير في مباراه واحده. كانوا قاعدين في بلد تبعد عن محل اقامه المنتخب مزبوط. المصري مسافه قد كده، وشافوه في مباراه واحده تقريبا مزبوط. في سان بيترسبرج اللي هي مباراه روسيا. دي المباراه اللي كله اتعمل عليها، لان كل واحد كان قاعد في مكانه ويتنقل حسب. وفي زملاء بقى غطت كاس العالم بالكامل بصراحه برضو. ايوه ما ده يحسب، ودول ايه يتعدوا على الصوابع. تمام. لا ما هم كلهم اللي طلعوا يتعدوا على الصوابع. ايوه ماشي معلش يتعدوا على الصوابع اللي كانوا مع المنتخب في كل محطاته. مظبوط. يتعدوا على صوابع ايد واحده مش على ايدين الاثنين. مظبوط. طيب اوكي حصل اللي حصل وحصل اقول لك حاجه ما حصلتش الازمه الكبيره والحديث عن المنتخب المصري بالسلب غير في مدينه سان بطرسبرج لما جمع الاعلام كله، ولما تجمع نخبة المجتمع والفنانين وكذا 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 وأقاموا في نفس الفندق بتاع المنتخب. بس ما هو ده بقى الكلام اللي فيه لغط، وأنا راجل كنت موجود واشهد شهادة حق. طيب اتفضل أنا معاك أسمعك. ما كانوش مقيمين في نفس الفندق. ما كانوش مقيمين في نفس الفندق خالص. اللي كان مقيمين وأنا أقول لك أهو بصراحة، كانوا مقيمين في نفس الفندق كانوا أربع خمس شخصيات. عمرو دياب وحمائي كانوا موجودين قبل المنتخب لأنهم ليهم حفلة في سان بطرسبرج. حلو. آدي اتنين. وفي قسم تاني خالص لأن الفندق كبير جدا. اللي اعرفه ان كمان مخصص اسانسير للعيبه ما حدش يشوفها وما حدش يقابلها. طيب الناحيه الثانيه كان في العميد احمد حسن، كابتن احمد حسن كان موجود برضه في نفس الفندق وبعيد عن اللعيبه، وكان في موجود اثنين وزراء سابقين. دول اللي كانوا موجودين. طيب. في فندق اللعيبه. اللعيبه بقى ليها جناح خاص في كنترول طبعا من الفيفا، وانت غطيت بطولات عالميه طبعا عارف ان مفيش اي حد يقدر يخش على الاسانسير ولا معاك كارت انه يطلع. حلو. عشان بس ما ناخدش وقت كتير، لكن دي بعيده خالص. طيب. خالص خالص. انا بقى مش بغض النظر عشان ما نحملش برضه الناس. لا 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 دي شهاده، دي شهاده لله. بغض النظر عن كل الكلام ده بس خلي بالك هي كانت عاجبه الناس حته ان الاعلاميين والفنانين راحوا بوظوا، كانت عاجبه الناس قوي، الناس كانت بترغي فيها كتير. ما سيبك انت يعني عارف عنوان عاجب الناس مع انه مش موجود. ما هو في اسطوانات كتيره بتعجب الناس. يعني في حاجات كتيره بتطلع في النص كده بتعجب الناس علشان الامور. لكن اللي انا عايز اقوله ان السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كتب على صفحته على الفيسبوك ان هيكون في حساب. كويس. صح؟ مظبوط. وقرينا كلنا الكلام ده. مظبوط. اتحاد الكوره السيد هاني بوريده عضو تنفيذية الفيفا وعضو الكاف قال في مؤتمر صحفي أمام الملايين في مقصرين وفي حساب وهيتم توقيع عقوبات. كويس. دلوقتي فات قد إيه؟ انت عشان من ساعة ما الناس لسه بتحقق أو حاجة أو بتشوف. طيب يا أخي ريحونا، قولوا لنا إن في تحقيق. هيجرى حاجة؟ لا طبعا هيجرى حاجه. بالعكس ده هيجرى حاجات احسن حلوه. طيب يعني طيب ما هو ده الكلام. لكن احنا بقى دخلنا في ايه؟ دخلنا في الدوري، دخلنا في الحكام،
دخلنا مش عارف ايه، دخلنا في ايه، دخلنا في حواديت كتيره على اساس ان احنا مصريين يعني بنعتمد على الذاكره اللي عندنا ذاكره السمك اللي هو ثواني وبينسى. لا ما ينفعش ما ينفعش وما يصحش. لازم لما نفتح قصه لازم نكتب لها النهايه، وده للاسف مش موجود. احنا بنفتح قصه وحدوته وتبقى ان احنا نقعد نتكلم فيها النهارده وبكره وبعده وبعده، وبعد كده تنزل تنام لان في حدوته جديده وفي حكايه جديده وفي قصه جديده. طب ما هو لمصلحه مين؟ لا اللي حصل في نوع من القصور ولو حتى الفني. طيب في انواع قصور، فين تقرير الخواجه هكتور كوبر؟ فين تقرير احمد ناجي؟ فين تقرير اسامه نبيه؟ فين تقرير الناس دي؟ محمود فايز نفسه ما جبتهمش ليه وقعدتوا معاهم تشوفوا الناس دي اشتغلت الفتره دي ازاي وايه المشاكل اللي واجهتهم وايه العقبات اللي حصلت معاهم علشان تبدا تبني. اقول لك كلمه بسيطه، ربما كان الفرحه باننا وصلنا كاس العالم، بس بعد الوصول ايه؟ ما اعتقدش اللي كان فيه اي خطط ولا اي رؤيه. يا استاذ ايهاب انا حضرت كاس العالم مرتين، المره الاولى سنه 89 لما تاهلنا مع كابتن محمود الجوهر الله يرحمه وكنت لسه في بدايه مشواري في الصحافه، وحضرت البطوله دي. مش عايز اقول لك اللي كان بيعمله الكابتن محمود جوهري كان شكله ايه، كان بياخد الجيل 90 بيحكي يعني بصراحه. بنسمع حاجات يعني بصراحه، لا ولا اسمعه من كل الجيل، ما تسمعوش من 2 3 بس، لا اسمع من كل الجيل، من كل الجيل سواء مشاهير او لا. الكابتن جوهري الله يرحمه كان استاذ في الانضباط والالتزام غير طبيعي. انا كصحفي كان هو يعني في علاقه كويسه، لما كنت اروح معسكر المنتخب كان معسكر المنتخب فين؟ في دار الدفاع الجوي. وهو يملك ان يحطه في اعظم فنادق مصر، هو اللي بيختار لكن بس هو بينقي المكان. مختار دار الدفاع الجوي ليه؟ لان دي منشاه عسكريه، فبالتالي اللي داخل واللي خارج معروف رايح فين وجاي منين. فانت كصحفي او اعلامي، واحنا كنا ما كانش لسه بقى موضوع الفضائيات والدنيا، كانت المساله مختصره على عدد محدد عارفهم بالاسم. لما بنوصل هناك بيكلموا الامن، يا كابتن في فلان وفلان وفلان، خليه يتفضل. بس بنتفضل، بنروح فين؟ بنقعد معاه نشرب الشاي القهوه، يقول لنا اسالوا اللي انتوا عايزينه. لكن احنا نقرب للعيبه، ها نقرب للعيبه او المساله تبقى مفتوحه سداح مداح، ان انت اللي عايز يعمل حوار مع واحد صاحبه يعمله، مستحيل مستحيل، الا في الايام اللي محددها. الوقت بيجري بسرعه، نروح للدوري عشان يلا الملف فضل. ده ايه اتفضل يعني ملف انت برضو ايه حطيت التاتش بتاعك والعنوان فقلت اللي انت عايزه. الدوري شايف المنافسه ازاي السنه دي، وشايف الدوري المصري ويبدو ان كده في بشائر حلوه وفي اسماء وشباب صغيره طلع عكس السنتين اللي فاتوا. والله الدوري السنه دي مش سهل، الدوري السنه دي مش سهل، لان في اكتر من منافس. المنافسة غير طبيعية طبعا، مع الصرف الرهيب اللي حصل والاستعدادات الرهيبة اللي حصلت للمنافسين. بس أنا شخصيا لو هتتكلم على الأهلي، أنا مطمئن للأهلي مع المدرب الجديد باتريس كارترون، مطمئن للروح اللي موجودة. كل تخوفي الوحيد من أخطاء الحكام. اخطاء الحكام اخطاء الحكام يعني من الاسبوع الاول واحنا بدانا نشوف اخطاء حكام. سواء تخوفك ده خوفنا انا، لان التخوف العادي ان اخطاء حكام بتبقى مش مقصوده، لكن تخوفك بهذا الشكل تخوف خوفني للاسف الشديد. يعني احنا شفنا في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الافتتاح نتيجه 1-1 المباراه، الاهلي ليه هدف صحيح الغاه الحكم بداعي خطا وفاول، لكن للاسف الشديد شفنا استديوهات التحليل كلها مركزه على الهدف اللي سجله الاهلي الصحيح، انه كله بيقول انه تسلل. يا جماعه الخير انتوا يعني معلش يعني الخبراء مش عارف يعني مساله تحليل الحكام في الـ في الـ في الـ في القنوات الفضائيه المصريه محتاجه اعاده نظر. ما ينفعش الحكم واحد او محلل او خبير واحد ويجي يختار الحالات اللي على مزاجه اللي هو بيحب فلان وبيكره فلان، ما هو بشر. ده انت بتشوف ده؟ انا بشوف ده للاسف. لان الطبيعي حتى في بعض القنوات الكبيره طالما اعتمدت على واحد فالواحد ده بشر، فليه بيحب ويكره. انا لاحظت حاجه ان ممكن تجيب لعبه معينه وحكم يتناولها بشكل معين وبنفس القانون ممكن نفس الكلام
الحكم الثاني بيطلع يقول كلام مغاير وهما اتنين حكام ولهم اسمائهم مثلا. ما هو ده ما هو ده ما هو ده. بص المساله ان احنا مشكله التحكيم من زمان في مصر ان انت انسى الالوان. انسى الالوان. لكن مشكله المفروض عداله على الجميع. ده المفروض طبعا المفروض العداله طبعاً على الجميع طبعاً. لكن للاسف الشديد احنا في حسابات الحكم بيبقى نازل وفي حسابات. عشان كده تلاقي الحكم المصري في المباراه الافريقيه ولا المباراه الدوليه 10 على 10 لكن للاسف في المباراه المحليه مساله الزن على الودان والحسابات والخوف من الصوت العالي والكلام ده بيأثر جدا على القرارات. بيأثر جدا على القرارات. وحتى ده كلام مهم وكلام خطير. للاسف الشديد. وعلشان كده انا مع البعض اللي طالب بتطبيق تقنيه فيديو الحكم المساعد. تطبيق تقنيه فيديو الحكم المساعد اللي اتطبقت واعتمدها الفيفا في المونديال اللي هي اختصارها احنا مؤهلين. ما انا هقول لك اهو الفار احنا مؤهلين لده. الفار بسهوله جدا تعمله. ما هو المساله ببساطه الفار هنقول بس اختصار الفار دوت اللي هو فيديو اسيستنت ريفري. لو طبقت الفار في مصر في فرق كتير هتقع في المصيده. لو طبقت الفار لكن تطبيقه سهل. تطبيقه تطبيقه محتاج اولا ناس بروفيشنال تشتغل في التغطيه التلفزيونيه. النقل زاد الكاميرات والكلام ده. ولا او ناس تبقى بتوع كوره. ما احنا معلش يعني ناس تبقى بتوع كوره. فكره مخرج التلفزيوني في الكوره ده متخصص في العالم كله. وبعدين على فكره افضل المخرجين المصريين اللي بيديروا في القنوات الفضائيه اللي هي قنوات العربيه كلها معظمهم مصريين. معظمهم مصريين تمام مظبوط. ولكن انا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. يعني انا بكره بتبقى هجمه خطيره او ضربه ركنيه وممكن الاقي الكاميرا على المدرج علشان في واحده حلوه او واحد حلو قاعد او واحد صاحبه جميل. ايه ده يا جماعه؟ ما ينفعش كده. علشان تبقى عارف ان الفيفا بيشترط في تطبيق الفار ان يبقى الطقم اللي هيشتغل طبعا لازم يبقى طقم بروفيشنال. وعلى فكره كمان اللي بيبقوا قاعدين بيبقوا أربع ثلاث حكام مساعدين ومعاهم حكم رئيسي بيبقوا قاعدين في غرفة الفار وقدامهم مجموعة من الشاشات. الكلام حلو لكن ده أنا هقول لك بقى على حاجة مصيبة بقى. وفقا للتعليمات اللي كان بداها الاتحاد الدولي للحكام ما كانوش عايزين ينجحوا تجربة الفار. في الاتحاد؟ في كأس العالم. في كأس العالم؟ ليه بقى؟ معظم الحكام اللي اتكلمت معاهم سواء كانوا عرب أو حكم مصري كان موجود أو حكام كان يقول لك التعليمات بيجينا من الاتحاد الدولي يعني إن أنت برضو لازم تشوف اللعبة من منظورك. لذلك شفنا أكتر من حكم ودي كانت غريبة جدا. الفار قال له وهو أصر وحصلت معانا في ماتش مصر والسعودية اللي هو البنالتي. فبرضو فيها هو فيها كلام طبعا. تطبيق الموضوع رائع جدا ويا ريت يتطبق بشكل على فكرة مش هيقلل من المتعة خالص من وجهة نظري. لا 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 أنا شايف بالعكس. هيقلل من إيه؟ هيقلل من في فرق للأسف يعني لما تجي لك العدالة إيه المتعة اللي هتقلل لما تجي لك العدالة؟ أقول لك على حاجة. لو تم تطبيق الفار علشان الفار والمصياده بس الفرق اللي هتخش المصياده دي في فرق بتبقى ليها مكان يعني متقدم. لو تم تطبيق الفار الفار هيخش المصياده. ايوه. وفي فرق هتبقى مهدده بالهبوط. في فرق من المقدمه هتبقى مهدده بالهبوط لان الفرق دي بتتجامل بشكل فج. لكن لما في وجود الفار هيوضح كل حاجه والحكم هيقف والحكم هيشوف والحكم هيرجع. فاحيانا هيبقى مضطر انه اللي شافه في الاعاده غير طبيعي. اكيد نقطه مهمه جدا وكلامك وصل بشكل كبير جدا. اختلفنا اتفقنا في قصه الفار لكنها حاجه مهمه جدا. نتمنى يكون عندنا الامكانيات والتقنيات اللي هنا نتعامل عليها. الوقت معاك بيعدي بسرعه. شرفتني ونورتني وكنت بقى يعني مش هقول ضيف في مكانك لان طبعا بادئ مع منظومه النادي الاهلي من زمان ولك صولات وجولات وحكيت بعض من الذكريات الرائعه جدا ذكرت بيها كل جماهير الاهلي. شرفتني ونورتني كاتبنا الكبير الاستاذ اسامه السويسي. انا اللي متشكر جدا ليك ويا رب نكون ضيوف خفاف على جماهير النادي الاهلي يا رب. طبعا صاحب بيت واستمتعنا بكلامك وبعدين انت برضو يعني لسه الجرأة زي ما هي والشقاوة زي ما هي لكن كل عناوينك وصلت لكل مشاهدي قناة النادي. تسلم. شكرا استاذ. فقرة مميزة جدا جدا مع كاتبنا الكبير الاستاذ اسامة السويسي. هنروح فاصل ونرجع نتواصل.